مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في ملعب حديقة ما سجل هاتريك أمام نادي مايوركا في يناير من عام المرة الأخرى. تنقل هذه الكرة في اليمين، أفصلت عن طريق أنخ، من اللقطات المثالية دائما عن طريق الأسطورة ليو. سلام الله على كرة، نقلة مميزة إلى أشرف حكيمي، بالنسبة لأبرز الغيابات هنا تصويبة، لكن جيجي دوناروما يتصدى لكرة الدنماركي، لكرة دولبر، أراد أن يزور شباكي دوناروما، كرة دنماركية لكن تصدي من أفضل فريق ليو. ينقل الكرة باتجاه أشرف حكيمي، يتقدم حكيمي عند أولى الومضات، ليو ميسي على التنفيذ، الأسطورة على التنفيذ، تسديدة أرضية، الكرة بتعود خطيرة، ما زالت جول 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 لكن راية مرفوعة، تسلل كان موجود، ميسي أراد أن يخادع الجميع، لكن يان مبابي لاعب اللي عنده 98 هدف بقميص البي اس جي على صعيد بطولة الدوري الفرنسي، يتقدم يريد أن يمر، هنا كيليان مبابي عادت مرة أخرى، وصلت إلى إدريس، تسديدة من إيبيمبي، إيبيمبي هو الذي سدد في الكرة الماضية، لكن تحولت كرة يبيب تلك الخسارة أمام فريق ميتس. كرة من اللي حينما يغيب يترك فراغ كبير في وسط ملعب فتيلا، كيليان مبابي وصلت إلى زميله، هنا التصويبة تأتي قوية لكن سهلة عند حارس المرمى والتان رابينيتيز. إيبيمبي عند كرة تمريرة من الجانب الأيمن، طبعا الآن باريس سان جيرمان هو الفريق والذي يوصل سلسلة كرة طولية باتجاه كيليان مبابي، راح مبابي، لكن لدينا جاسن كلايفرت يرسل كرة عالية راسية تأتي، كرة من الجانب الأيسر، تمريرة حاضرة تلاقة سريعة، فرصة الأول ولكن التغطية من كيمبيمبي، كيمبيمبي في اللحظة الأخيرة قطع الكرة الماضية، كيمبيمبي في اللحظة الأخيرة أبعد كرة عن طريق أندي ديلور، عن طريق حكيمي، عند كرة حكيمي ليو ينقل الكرة باتجاه أشرف حكيمي، يحاول فتى برتغاليين مجتمعين، هنا محاولة قائمة خطيرة تأتي، الله يا لها من كرة ويا لها من فرصة، ولكن في الوقت الذي تحدثنا فيه عن أفضل بابي، بابي بابي راح بابي عند كرة، بعد ذلك ما زالت إلى ليو ميسي، إلى كيليان بابي يتقدم، خطيرة تأتي، تصويبة جول 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 ماركينيوس، ينقل الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، أصلها ميسي، يتقدم في الطرف الأيمن ليو، عند كرة والتصويبة تأتي، ولكن والتر بينيتيز من هذه المسافة حاول أن ينقل الكرة إلى الجهة اليمنى، تمريرة حاضرة عن طريق أشرف إلى حكيمي، عادت إلى ليو، ليو ليو عند كرة يتقدم ليو، التصويبة تأتي ولكن اصطدمت في دانتي، تحولت إلى خارج الملعب، عادت إلى ركلة ركنية، وساندة الكرة ما زالت قائمة، أشرف حكيمي عودة نقلة حاضرة عن طريق ليو، وصلت إلى أشرف حكيمي يتقدم، منقولة عادت إلى ليو، أصافرة السيد كليمون توربان، إي باريس سان جيرمان نقلة حاضرة، يا سلام الله مميزة جميلة، هنا فرصة جول جول هنا أسد الأطلس أشرف حكيمي كاد أن يسجل، يا لها من تسديدة رائعة يمينية، ولكن لخياراتي وفي خيارات المدربين، الشوط عادت عن طريق أشرف حكيمي، عند كرة وصلت إلى ليو، انطلاقة لن تأتي، تمريرة وانطلاقة سريعة، ولكن هنا كرة تصدى لها ببراعة والتر بينيتيز، بينما ليو ليو ميسي عند كرة يرسلها ساقطة باتجاه كيليان مبابي، مبابي عند كرة تسديدة تأتي، ولكن بالأخير تحولت إلى خارج الملعب، الكرات الطولية، الكرات الساقطة بالاعتماد على سرعة بعدد هو الأكبر اليوم، إذا ما وصلت إلى كيليان ميسي، السلام سريعة خطيرة، كيليان يتقدم، دي ماريا، هذه جول، هذه جول، هذه جول، أشرف حكيمي عند الكرة، عاد أشرف على ذلك، عرضية ترسل، محاولة خطيرة قائمة، بينما هنا العرضية، الله يكون الدنماركي محظوظ في اللقطة الماضية، لأن القائم الكرة تمريرة أصلت عن طريق أشرف حكيمي، عند كرة فريقها يسجل الهدف الأول، أن تشاهد فريقها يتقدم، يرسل الكرة إلى نونو من الطرف الأيسر، هذه جول، والتر 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 والتر، بينيتيز من جديد يظهر، بينيتيز من جديد، كرة مقطوعة هنا ليو، خطف الكرة تقدم ليو، عند كرة ليو، ليو التمريرة، ما زالت الكرة قائمة، من ماركو إلى ليو، ليو عند كرة، يا سلام الله، ماذا أثرت، هذه لا تضيع، هذه يا كيليان لا تضيع، لكن عينك، ونحن نتحدث عن بدايات وصولا إلى الآن، هنا التدخل كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ كان حاضر، بطاقة صفراء بعد التدخل اللي كان موجود، تمريرة كانت رائعة باتجاه كيليان مبابي، ولكن من جديد أشرف من الطرف الأيمن، أنخيل ليو التسديدة من جديد، ما زالت خطورتها قائمة، في وسط الميدان
الكره ما زالت قائمه. دائما اصلت الى اشرف حكيمي، حكيمي ينتظر يمرر الكره ماركو الى انخل دي ماريا. دي ماريا ضاعت هذه الكره من انخل دي ماريا، جربت القائمه الايسر كره تحولت الى ركله مرمى. واحده من الكرات الخصل يمين وصلت عن طريق اشرف حكيمي، يتقدم في الممكن الكره باتجاه زميله نونو والعرضيه ماركينيوس. حينما يتقدم ماركينيوس، حكيمي عنده كره، حكيمي والعرضيه ترسل وين الكره؟ كيليان مبابي، ليو عنده كره، ليو اوه وينها يا ليو؟ قام بالصعب في اللقطه الماضيه.